بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين اهلا بحضراتكم في برنامج سراج لرجلي كلامك آه النهارده هناخد كنيسه من الكنايس الخاصه بسفر الرؤيا الاصحاح الثالث من ايه سبعه وهي كنيسه فلادلفيا والحقيقه كنيسه فلادلفيا من الكنايس اللي نقدر نقول انه ما كانش فيها قوي مشكله بقدر ما هو كان فيها تشجيع على امر روحي مهم جدا يطلبه ربنا من كل أولاده ومن كل خدامه ومن كل شعب آه تعالوا نقرا مع بعض هذه الرساله وربنا يدينا نعمه ان احنا نفهم ايه المطلوب من كل واحد فينا لانه زي ما قلت لحضراتكم هذه الرسائل آه اتبعتت لكنايس اوريدي غالبيه الكنايس دي مش موجوده دلوقتي لانه منطقه تركيا او اسيا الصغرى ما فيش فيها هذا الحجم من الكنايس لكن الرسائل دي متروكه لينا عشان احنا كمان نستفيد بنعمه ربنا ونعرف الوحي الالهي بيقول لنا ايه اكتب الى ملاك الكنيسه التي في فلادلفيا هذا يقول القدوس الحق الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح صفة المسيح له المجد كذا صفة مكملين لبعض الصفة الأولانية هي صفة القدوس والقدوس هنا يعني ما فيش حد زيه أبدا بنتعامل مع المسيح نقول له قدوس الله قدوس القوي يعني يا رب يا اللي ما فيش زيك بالبلدي كده يا رب انت وحيد مفيش زيك وبعدين يقول لنا كتاب كونوا قديسين نظير القدوس الذي دعاكم يعني الله القدوس اللي دعانا ان احنا نتوب ونرجع له واللي اشترانا بتمن وهو دمه على عود الصليب يدعونا لحياه القداس اما هو فهو قدوس لانه مفيش حد زيه الحق والمسيح له المجد في انجيل يوحنا قال انا هو الطريق والحق والحياه وتلاحظوا حضراتكم في العربي الحق كده جاء معنى مطلق وده يؤكد ألوهية المسيح أنه قدوس وأنه حق وهي الأسماء المرتبطة بربنا دايما يعني ما اقدرش أقول على نبي أو على رئيس ملايكة أنه حق الحق هنا مقصود بها الله نفسه وقال أنا هو الطريق والحق والحياة الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح يعني الله هو مدبر كل الأمور وهو المسيطر على كل الأمور وهو اللي في إيديه كل الأمور وربنا يوم ما يحب يفتح للكلمة بتاعته ولا الكرازة بتاعته ولا العمل بتاعه هيفتح حتى لو اتفقت أبواب الجحيم أن تقوى على الكنيسة ويوم ما ربنا يقول لا ما ينفعش حد يمد إيده على أولادي يغلق ولا أحد يفتح فهو يفتح للكرازة وللمحبة ولانتشار الإيمان وهو يغلق ليمنع ابواب الجحيم انها تاثر على الكنيسه وتعطل كلمه ربنا وعمل ربنا انا عارف اعمالك وزي ما اتفقنا انا عارف اعمالك دي على حسب كل اسقف هنا اعمال هذا الاسقف الذي في كنيسه فلادلفيا هي اعمال جيده لانها اعمال مرتبطه بالكرازه ونشر الايمان ها انا ذا جعلت امامك بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يغلقه لان لك قوه يسيره وقد حفظت كلمتي ولم تنكر إيمان ربنا هنا في هذا الجزء وضح نقطتين مهمين وهي مرتبطة بسبب الرسالة اللي اتبعتت لهذا الأسقف النقطة الأولانية أنه ربنا جعل أمامه باب مفتوح والحقيقة ربنا بيقول لنا كده كأولاد لي, لي, أنا فتح لكم باب للكرازة والنشر الإيمان المسيح يعني بولس الرسول يقول لنا إذ نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا لكي يروا ده المسيح له المجد بقى لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي إيه في السماوات وكأن ربنا بيقول لنا إن أنتم كمسيحيين موجودين في هذا العالم مليار مسيحي أو أقل أو أكتر في عالم غالبيته مش مسيحي ليك دور ليك وظيفة ليك عمل نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز شوفوا حضراتكم سفير كل دولة بيبقى مسؤول على انه يوصل مبادئ الدولة وكرامة الدولة ومفاهيم الدولة للدول اللي حواليه. ودي نقطة مهمة، اوعى تكون فاكر كانك انسان مسيحي، أنت موجود في العالم عشان تاكل وتشرب وتتجوز وتجيب عيال وبس. الحقيقة لا، أنت موجود لأن تكون سفيراً وأن يفتح الله أمامك باب. باب مع جيرانك، باب مع الناس اللي بتشتغل معاك، باب مع العالم كله. فقال له كده أنا هديك باب مفتوح. لا يستطيع أحد أن يغلقه وعلى موضوع لا يستطيع أحد أن يغلقه قصة كم مرة حكاها لي خادم من الخدام سافر دولة أوروبية غالبية الناس اللي فيها ملحدين مش بيؤمنوا بوجود المسيح ولا ربنا من الأساس الحقيقة هذا الخادم سافر هو وصديقه وهما الاثنين خدام عندنا في الكنيسة راحوا ألمانيا عشان يعني كورس معين يتعلموه ويدرسوا هذا الكورس لما جه المدرس الالماني اللي في لهذا الكورس وبدا يتعرف على الناس عارف ان الاثنين دول مسيحيين من مصر فبدا يتريق عليهم يعني بدا يقول لهم يعني انتوا لسه بتؤمنوا بانه في حاجه اسمها يسوع دي قصص خياليه وانتهت يعني يعني يعملوا معروف ناس كتير قوي بيجوا وبيبقوا شكلهم متدينين ومع الوقت لما بيعيشوا في وسطينا اسبوع اسبوعين يبتدوا بقى يعملوا اللي بنعمله يشربوا ويزنوا يعملوا يعني فما تعملوش علينا بقى ان انتوا تعرفوا ربنا وان في حاجه اسمها ربنا وان ربنا ده بيغيركم قعد لمده شهرين بتوع الكورس يتريق عليهم ويضايقهم وينكد عليهم ويقول ما تيجوا معانا احنا السبت بالليل رايحين بار تعالوا معانا نشرب ونزني يعني وهم يقولوا له لا وفي مره عزم عليهم بلحمه واكل فقالوا له لا احنا صايمين تري اكتر قال لهم يعني هي اللحمه دي اللي هتدخلكم النار ده انتوا يعني مخوكوا على قدكم فضل لمده شهرين هذا الشخص يتريق عليهم الجميل والعجيب عشان تعرفوا انه ربنا لما بيفتح باب محدش يقدر يقفله في اخر الكورس ده جمع الناس وقال لهم يا جماعة انا بشكركم وكنت مبسوط معاكم جدا وانا بدرسكم لهذا الكورس ولغاية هنا الكلام بيتقال زي كل مرة ناس ذوق وبيقولوا كلام ذوق لكن قال لهم انا مدين بالاعتذار للاخين دول وشاور عليهم وقال لهم في الحقيقة الاخين دول اول ما جم انا كنت متخيل انهم يبقوا شبه الناس كلها يعني هيجوا يقولوا متدينين ومع الوقت يكشفوا ويبانوا لكن انا قعدت استفزهم وكنت قاصد كده علشان اخليهم واثبت لنفسي ان انا مظبوط وأنه ما فيش حاجه اسمها يسوع ولا ربنا لكن مع الوقت لقيتهم متمسكين بيسوع ولقيتهم فعلا سلوكهم حلو تصرفاتهم حلوه فعلا ايمانهم مظبوط فقررت ان انا اقرا عن يسوع وانا الحقيقه بقالي فتره بقرا عن يسوع وشكلي كده بدات اصدق ان في حاجه اسمها ربنا وفي حاجه اسمها يسوع وفي حاجة اسمها أنه ربنا قادر أنه يغير الناس ويصلح الناس ويضع المحبة في قلوب الناس ويديهم فرصة أن هم يكرزوا بأعمالهم فربنا لما بيدي باب مفتوح محدش يعرف يقفله حتى لو يعني جم أعداء الإيمان اللي هم في الوقت ده اليهود ويحاولوا يعطلوا الإيمان المسيحي معرفوش وحتى القصة اللي أنا بحكيها لحضراتكم دلوقتي الشخص اللي كان بيتريق على الايمان وبيعتبر المسيحيين دول يعني ناس على قدهم مخهم قليل ومش فاهمين ومش عارفين يعني ايه يسوع والنقطه الثانيه يقول له انا هفتح قدامك باب لان لك قوه يسيره وقد حفظت كلماتي ولم تنكر ايماني ده دورنا بقى يعني الله ليه دور وليه شغلانه انه ان وقف قدامنا كل الناس عشان يعطلوا ايماننا ويعطلوا كرازه مش هيعرفوا لكن في جزء على الخادم مهم جدا ايه الجزء ده انه لك قوه يسيره وقد حفظت كلماتي ولم تنكر إيماني أنت ماسك ومتمسك بإيماني وحافظ كلمتي أنت مش رايح تتكلم بحكمة الكلام قال بولس الرسول كده ليس بحكمة الكلام لكي يتعطل صليب المسيح أو إنجيل المسيح اختار الله جهلاء العالم وضعفاء العالم والمصدرة بهم وغير الموجود اللي هم مالهم كانوا أغلب ناس لكن كانوا ماسكين في ربنا كانوا أضعف ناس لكن كانوا ماسكين في كلام الكتاب المقدس العذراء مريم بمنطق البشر كانت بنت غلبانه وفقيره وضعيفه لكن كانت عظيمه وقويه لانها كانت تحفظ كل شيء متفكره به في قلبها كل كلام ربنا كانت تحفظه وتحطه في قلبها وعشان كده لما جت الضيقه والتجربه والصلب والى اخره كانت قويه وكانت امنا العذراء وقدرت تنتصر بنعمه ربنا اللي جواها وبكلام ربنا اللي بتحتفظ به على وقت الضغطات ووقت الضيقات ها انا ذا اجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين انهم يهود وليسوا يهود بل يكذبون ها انا أصيرهم ياتون ويسجدون امام رجليك ويعرفون اني انا احببتك ربنا بيقول له ما تقلقش ما تخافش اكرز كلم عن ربنا وعيش كما يحق الانجيل المسيح اسلكوا للدعوه التي دعيتم اليه اتصرف بس زي ما ربنا قال لك وعيش بس زي ما ربنا قال لك وانا علي الباقي انا هخلي مجمع اليهود اللي هو مجمع الشيطان كرسي الشيطان اللي بيقولوا ان هم يهود وهم في واقع الامر مش يهود لان هم لو يهود حقيقيين هيقبلوا المسيح لو رجعوا لايمانهم في العهد القديم وشافوا النبوات هيقبلوا المسيح فهم مش يهود حقين هخليهم يجوا في يوم من الايام ويسجدوا امامك ويقبلوا الايمان المسيح وده فعلا حصل في تقليد الكنيسه وتاريخ الكنيسه ان عدد كتير من اليهود اللي في الاماكن دي مع انتشار الايمان المسيحي ومع الايات والمعجزات اللي عملها المسيح عن طريق ولاده اصبحوا هم ايضا مسيحيين هجعلهم ياتون ويسجدون امامك يقروا بان هذا الايمان هو ايمان حقيقي ويقروا بأنه الكلام اللي جه في العهد القديم هو حقيقي ومقصود به كلام يسوع وافتكروا شاول الترسوسي اللي كان مضطهد للكنيسه ومفتري وكان رايح لمنطقه دمشق عشان يجيب المسيحيين ويعاقبهم و و و ويسجنهم ويغيرهم عن ايمانهم وفي الاخر ربنا قال له صعب عليك ان ترفس مناخس ياما ناس كثيره صدقوني كانوا يكرهوا الايمان المسيحي ويهاجموه ودلوقتي ودلوقتي يعني بيحبوه جدا وبيكرزوا باسم المسيح وبيتكلموا عنه شفت مره في مرات شخص قال لي كان غير مسيحي وبقى مسيحي قال لي انا ك انا نفسي اسمي نفسي شاول قلت له ليه يا حبيبي تسمي نفسك شاول؟ قال لي ان انا في الحقيقه كنت بضطهد على الايمان المسيحي وبضطهد الكنيسه فانا عايز افكر نفسي باصلي عشان ما انساش ان ربنا بمراحمه جابني وجابني غصب عني وجابني وانا ما كنتش عايز لكن لانه بيحبني هيجبني يقول كده لانك حفظت كلمه صبري وانا ايضا ساحفظك من ساعه التجربه المكافاه العتيدة أن تأتي على العالم لتجرب الساكنين على الأرض في العالم سيكون لكم ضيق هتيجي تجربة وجيه فعلا عشر أباطرة أسوأ من بعض أيام الحكم الروماني ابتدى بنيرون وانتهى بديقليديانوس وكل واحد جه فيهم كان متخيل أنه هيقضي على يسوع الناصري له المجد لدرجة ديقليديانوس كان بيكلم يسوع كده في الهوى يعني يقف يكلمه يقول له شوف يا يسوع يا أنا يا أنت أنا مش هسيب الأرض غير لما يعني أقضي على ذكرك وعلى أتباعك وعلى كلامك وعلى إنجيلك كان تخيلوا الشيطان بيحركه ازاي انه يرفض يسوع ويرفض اتباع يسوع ومع ذلك انتهى ديقليديانوس بكل العمل من امور دموية في المسيحيين وفضل الإيمان المسيحي قوي لان ربنا فتح باب فقال له كده ساحفظك من يغلب اللي هيمسك في ربنا ويعرف ان ليه دور انه هيكرز ويقدم توبة ويحفظ كلام المسيح جوه قلبه ساجعله عمودا في هيكل الله ولا يعود يخرج الى خارج واكتب عليه اسم الهي واسم مدينة إله اورشليم الجديدة النازلة من السماء. شوفوا المكافأة الحلوة اللي يديها ربنا للناس اللي هيكرزوا باسمه مش لازم الكرازة بس بالكلام لكن ممكن بالأعمال بالسلوك الحلو. سيجعله عمودا في هيكل الله ويجعله عمودا في مدينة اورشليم الجديدة يعني له وضع خاص وكأنه ربنا يقول للشخص اللي هيكرز باسمي له وضع سيكون عمودا ويكتب على هذا العمود اسم إلهي. في اشخاص لما نتكلم عنه نقول ده عمود ده عمود لما نتكلم على بولس الرسول نقول ده عمود لما نتكلم على بطرس الرسول نقول ده عمود لما نتكلم على يعقوب الرسول ويوحنا الرسول نقول دول ايه دول كلهم اعمده اورشليم بقى دي نازله من السماء من عند الهي ومكتوب على هذا العمود اسم جديد من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس الله بيقول لنا اسمعوا الكلام اعرفوا انه الكرازه ده عملكم ومهم جدا. اكرزوا باسم المسيح، اتكلموا عنه في كل حته، وخلوا سلوككم وتصرفاتكم الكويسه تبقى سبب وبركه. هتقول لي طب انا مش بعرف اتكلم عن المسيح ومش بعرف ادافع عن الايمان المسيحي، الكلام جزء، لكن في جزء اخر وهو السلوك، لكي يروا اعمالكم الصالحه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. ربنا يدينا نعمه ان احنا نفهم دورنا الحقيقي، ونفهم ازاي ان ربنا اختارنا لنكون نور للعالم وملح للارض ويقول المسيح لا يمكن ان يعني مدينه كائنه على جبل ما يحطهاش في مكان مرتفع تشوفه الناس كلها ولا يقودون سراجا يولعوا لمبه ويضعونها تحت المكيال بل يضعونها على المناره فتضيء لمن في البيت. ربنا يدينا نعمه انه يستخدمنا في مجد اسمه وفي نشر اسمه لنكون نور للعالم وملح للارض لالهنا المجد دائما ابديا امين.